يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى فلما انتهى من صلاته رأى في رجله نجاسة، فهل عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا كان ما علم بها حتى سلم فلا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة، لكن يغسلها للمستقبل. يقول ما إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه ينصرف ويغسل النجاسة ولا يستمر في الصلاة وعليه نجاسة. نعم.